السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد وشقة جديدة مميزة جدا في حدائق الأهرام. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة، يا ريت تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد عن شققنا السكنية المميزة. النهاردة معانا شقة مميزة جدا في حدائق الأهرام، مساحتها 143 متر وسط واجهة، 143 متر وسط واجهة. شقة موجودة في البوابة الأولى في منطقة ح، البوابة الأولى منطقة ح. شقة زي ما انتم شايفين مستوى تشطيبها عامل ازاي، تشطيب ممتاز جدا. ودي بلكونة في الريسبشن على الشارع، بلكونة معقولة، مش كبيرة جدا بس معقولة. الشقة زي ما قلت لكم مساحتها 143 متر، 3 غرف نوم و2 حمام وريسبشن كبير ومطبخ. المطبخ زي ما انتم شايفين امريكان على الريسبشن. شقة كاملة التشطيب على السكن على طول. ده المطبخ بتاعنا وده الريسبشن. ده الحمام الرئيسي، ودي أول غرفة معانا. تعتبر ليفينج معقولة، ليفينج. ودي تاني غرفة معانا على الشارع. الشقة دي ريسبشن وغرفتين على الشارع، دي الغرفة التانية على الشارع، بلكونة جيب على الشارع على طول. وبعد كده هنشوف الغرفة التالتة والأخيرة. الغرفة التالتة شباك صريح على الشارع، زي ما قلت لكم شباك صريح على نفس اتجاه الريسبشن. الشقة دي 143 متر، الدور الرابع رسمي، فيها عداد كهرباء وأسانسير شغال. أشوف الشكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.